سلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو حبيت نشارك معكم جميع اجواء احتفالنا بالمولد النبوي المبارك. نهد عليكم بالخير واليوم والبركات، كل عام وجميع الامه الاسلاميه بالف خير. حبيت نشارك معكم روتيني لهذا اليوم من الصباح الى المساء، جميع يعني تفاصيل هذا اليوم وش عملت. تتعرفوا على العادات والتقاليد تاع سكان ولايه باتنا، روتين لاسره جزائريه بسيطه. يا سيدنا الرسول، يا نور على نور، اشتقنا لك والله يا بدر البدور. يا حبيبنا يا نبينا، على خطاك مشينا، وفي ظلك لقينا فتحت الزهور. يا صادق الوعد، يا أمينا في البعد، أمنت بك رسولا يا صاحب الوسيلة، وكل كلامك فضيلة، بدعي شفاعتك أنول. يا أحب الناس لقلبي، أنا بدعي لربي، أكون في الجنة جارك يا نبينا. يوم ميلادك كان على الكون مبارك، بصلي عليك يوماتي وفي كل صلواتي، وبسلم عليك يا نبينا وبهاديك تحياتي. أنا كل ما أذكرك أكثر لساني بيتعطر باسمك المصطفى، ولو كنت يوما مكروب بذكرك يا محبوب، همي بيختفي يا سراجنا المنير عشقاك القلوب. يا شمسا للعالمين ملهاش غروب، يا خاتم الأنبياء يا نبينا محمد الغالي المحبوب. قصيدة ومديح للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عن مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في صباح تاع المولد النبوي مثل ما راكم تشوفوا على الصباح، وجدت بنياتي لبست لهم لباس تقليدي ومديت لهم حاجه حلوه، درت لهم الطمينه تاع الفارينه اللي عملتها في قناتي، تلقاها ان شاء الله في قناتي هي، وعطيت لهم ثاني البخور باه يديهم معاهم المدرسه، يحتفلوا مع معلماتهم مع زملائهم وزميلاتهم. اللي هنا بنتي صغيره عيطت لي معلمه نتاعها، قالت لي وجدي لي اروى لبسي لها لباس تقليدي وقول لها جيب معاها حاجه حلوه. قلت لها معليش ما يكون غير خاطرك. وجدت لبنياتي، كانت عندي روينه طمينه موجدتها من قبل، درتها غير في العسل والزبده، ومعليش كنت موجدتها يعني المولد النبوي، معليش دوكا زيد نعاود نحضر ليا يعني اللي كانت في الدار مديتها لهم، وراح نزيد نوجد ان شاء الله وحده جديده. المهم نفرحوا وليداتنا على قد ما نقدروا، البنات تحت شعار يعني دائما هكذا كما نقولوا نوفر جميع الطاقه الجسديه تاعي ولا الماديه ولا النفسيه، الطاقه الايجابيه دائما باش نفرها غير بناتي في اي مناسبه مهما كانت هذه المناسبه. لهنا البنات فيديو ما شاء الله يعني متنوع، اللي حابه تتعرف على العادات والتقاليد تاع سكان الشرق الجزائري يعني ولايه من ولايه باتنا بالتحديد، كيفاش نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، نقول لكم ابقوا ان شاء الله لاخر الفيديو راح ينال اعجابكم. ولهنا البنات راني ندير في شخشوخه للغدا، هذه تاع الغدا مازال ما بديتش يعني العشاء تاع المولد النبوي، مع خرجوا بنياتي روح ديريكتومون مثل ما راكم تشوفوا البنات نوجد في غدايا. لو ما انت غسلتهم قبل بليله يعني ما خليتهمش للصباح، على بالي بلي راه يعني يوم صعيب هكذا شاق يعني يكون محشور هكذا، والدنيا تاعي لاباس بها شاده روحها، لكن راح ندور عليها بعد ما نكمل الغداء ان شاء الله يا ربي. المهم البنات اللي جديده معايا نقول لها اهلا وسهلا مرحبا بك، فعل الجرس واشتركي في القناه لكي يصلك كل جديد. اللي معايا من قبل نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا بك انت ايضا. والحمد لله بنات اللي هنا كملت الغداء تاعي يعني هو واجد، ودركا بنات جو بنياتي سقيت لهم الغداء راح نتغداو، وبعد الغداء ان شاء الله راح نبدا معاكم تحضيرات المولد النبوي المبارك واش راح نطيب وكيفاه نوجد. ابقوا معايا ما تروحوش الى بنا. دركا زوجي جاب لي هذا الفروج يعني ما شاء الله، المهم السعر تاعو 70000، ولفت نقول لكم جميع الاسعار. راح نطيب المولد النبوي ان شاء الله، تليت لي باللحم تاع الفروج هذا كما نقولوا اللحم تاع العرب. ابقوا معايا ان شاء الله نوفيكم جميع التفاصيل، راح ندير تحليه. المهم البنات فيديو طويل ان شاء الله متنوع، تتعرفوا على العادات والتقاليد تاع المنطقه تاعنا واجواء الاحتفال ان شاء الله يا ربي. الا وصلتوا لهنا ما تنساونيش بالاعجاب.
البنات جاب لي كما نقولوا راني في داك الفروج تاع العرب اللي جابوا لي زوجي، راني نسال فيه كما نقولوا حنا نقولوا نسال فيه هكا في المنطقه تاعنا. كان اللي يقول الريش وكان اللي يقول النسل وكل واحد كفاه يقول. يعني مثل ما راكم تشوفوا جبت الماء سخون البنات، سخنت الماء مليح عاد يغلي ماشي سخنته لدرجه الغليان، درته فيه كما نقولوا من بعد نحيته وبديت نحي بهذه الطريقه، جاني ساهل خلاص البنات ما شاء الله. قلت لكم بصراحه البنات الذوق نتاعو مختلف تماما على الدجاج هذاك العادي اللي نشريوه، يعني ما كانش قد حاجه طبيعيه هكذا باينه واش راه تاكل، تاكل حاجه طبيعيه من الارض هكذا، ولا ماشي كيما مثلا داك اللي تشريوه اكيد ماكل البرودوي وكل شيء تاع التسمينه بنات، لدرجه انه عدت ما فيه حتى بنه هذاك اللي يعني العادي هذاك اللي نشريوه العادي، لدرجه انك لما تاكلي شغل راكي تاكلي فيه كاغط ولا والو ما تسبنيش نهائيا. لكن هذا البنات بالعكس يجي فيه واحد الذوق كشغل تاع خروف هكا ما شاء الله، ما اللون تاعو بنات ما يجيش اللون الابيض هذاك، لا لا يجي لونه رايح اللون الاحمر سبحان الله. تقولي يعني لحم تاع لحم احمر يعني تاع خروف ولا. المهم البنات اللي هنا راكم شفتوه ما داليش وقت كثير لما هكذا ريشته ولا نسلته، مثل ما راكم تشوفوا بنات اللي هنا هذا راه مثل ما قلت لكم ولف دائما نقول لكم السعر هذا ب70,000 وما شاء الله فيه تقدروا تقولوا هكا كيلو ونص ولا رايح لزوج كيلو، يعني ما شاء الله كميه مثل ما راكم تشوفوا. المهم البنات حابه اقول لكم حاجه فقط، اول مره تصرالي مالفا الجلده تاع بصفه عامه جلده تاع الدجاج نرميها، لكن لما شفتوا لنا تعرب قلت باينه اكيد يعني صحيه وراح تطلق لي ليدام وتبن لي الماكله نتاعي وكل شيء، قلت نخليها. بصح لما بديت نسل فيه لقيت بلي عنده ش كي شغل ريش تحت الجلد، يعني جاي في مسامو تاعو تحت الجلد هكا ما تقدريش تنحيه نايض تحت الجلد سبحان الله. لهذا السبب يعني نحيته خلاص سلخته كما نقولوا رميته يعني الجلده نتاعو، مثل ما دائما ندير عندي سنين بنات جميلة ناكلو الجلده يعني تاع الدجاج هكذا، مثل ما نعرفوا هي المكان اللي تلصق فيه هذيك السموم وكل شيء والشحوم هذيك الزائده هذيك المضره بالصحه. المهم البنات مثل ما شفتوا راني غسلته ونظفته وقطعته وراح نبدا نحيت هذو الطرف، راح نبدا نوجد بهم التليتلي تاعي مثل ما شفتوا، راح ندير تليتلي احمر البنات هذو هما زوج نحيت زوج طراف مثل ما راكم تشوفوا البنات. انا عم تليتلي تاعي المهم البنات دوكا راني درته على النار، درت فيه الثوم فلفل احمر راس الحانوت شويه زيت واكيد ملح، يعني المهم درت فيه الثوم اللي هنا كثرت له الثوم جا البنه تاعو ما شاء الله البنات ما نحكي لكمش، يعني الريحه تاعو مليحه مثل ما شفتوا. درت له طماطم تاع المصبره يعني تاع الباط، حبيته يجيني معرعر هكذا مناسبه ماهيش مثل جميع المناسبات، مليح الانسان يطيب ماكله هكا بالشن والطبع. هذه هي الخضره البنات راح نديرها البطاطا وجريوات والفلفل هذاك زعما نقليه الكبير هذاك ما قليتوش، درت غير هذوك الصغار البنات راكم تشوفوا فيهم. نعم قطعتهم بهذا الشكل يعني وغلقت على الكوكوط تاعي، ما داش وقت البنات سبحان الله. يعني بكري لما كنا نشريوه قبل ما نتزوج هكا كانوا دارنا يديروه والله كان يشد وقت ما تقدروش تخيلوا قد ما هو ما يطيبش يعني سبحان الله. بصح هذا مرتين يجيب لي فيه زوجي يعني الله يبارك يطيب الزبده يا البنات، خير خير بالف مره من تاع هذاك اللي نشريوه العادي، لدرجه انه الصدر البنات خي تاع الدجاج مثل ما نعرفوه ديما يجي ناشف، لا لا هذا سبحان الله جا طري روعه. ودوك البنات احسن حماس في التليتلي تاعي اللي هنا عندي انا عمر بن عمر مثل ما تعرفوا دائما نشري مصروف الشهري تاعي مع بدايه الشهر الله يبارك، مثلا جات المناسبه تاع المولد النبوي والو ما قلت لزوجي يجيب والو باستثناء يعني الدجاج فقط، قلت له زوجي قال لي كنت قلت اكيد راح تقولي لي جيب وجيب وجيب، بصح كيما قلتي ليش تفاجئت، قلت له علاش نقول لك الله يبارك ما شاء الله يعني كل شيء في داري مصروف الشهري مثل ما عودتكم دائما مع راس الشهر نشري مواد الغذائيه نشري مواد التنظيف وكل شيء، وكل اسبوع الحمد لله يا ربي نشري الخضار تاعي تبقى لي ما شاء الله تجيب لي اسبوع. ولهنا مثل ما راكم تشوفوا البنات درت الزبده، تحبي ديري زبده مارغرين لهنا انا عندي هذيك المارغرين اللي شفتوها شريتها ثاني مع بدايه الشهر،
كثرت لهنا البنات وبديت هكذا نحمص فيه ولا نقلي فيه كيما نقولوا. حبيت يدي داك اللون البنات الذهبي اللي رايح اللون الاحمر، راح يزيد لك فيه البنه نتاعو، حيطلق لك واحد القو واحد البنه ما شاء الله البنات. وحابه نقول لكم فقط البنات اللي هنا تحبوا كيما نقولوا بكري تليتليخ كنا غير مفوروه، بصح دركا عدت لا لا كاينه طريقه واحده اخرى ممكن راكم كامل على بالكم بها، وكاين اللي ما على بالهاش بها نفيدها بها، علاش لا، ما نحبش نخلي المعلومه عندي بنات. المهم نغليو الماء فقط هكا كيما نقولوا، ونديروا فيه التليتلي تاعنا، نديروا له شويه ملح، واكيد راه هكا راه فيه الزيوت يعني ما تزيدولوش الزيت نهائيا، راح يطيب لك حبه بحبه يا البنات ما شاء الله، يعني روعه يجيك حبه بحبه الله يبارك. لهنا مثل ما راكم تشوفوا راه بدا يدي لي اللون الاحمر هذاك، حابه نزيد نحمره مليح مليح باهي يجي، وما تخافوش البنات ما تقولوش راه تحرق ولا لا لا، بالعكس يطيب حبه بحبه الله يبارك ما شاء الله. هكذا نحبو انا ما نحبوش، بالعكس البنات لما نخليه اصفر هكذاك رايح يعجن لك، بصح كي تقليه مليح مستحيل يعجن لك، على قد ما طابع على قد ما يدير ما يعجن لك. شوف ثاني البنات هذه النوعيه تاع عمر بن عمر تعجبني، انا نصحكم انكم تستعملوها. لهنا كي كملت انا درت التليتلي تاعي فور جميعا يعني نعرفوا الطريقه، ودركا البنات رحت الدجاج تاعي جبدته ما شاء الله البنات طيب روعه مثل ما شفتوها، واللون تاعو احمر يعني اللي مش مال في يتناول هكذا تاع الدجاج تاع العرب يعني تاع هاكم شفتوا لونه ما يجيش ابيض بنات يجي احمر، راني دوكا نحمر فيه في الزبده هكا زوجي يحبو احمر يعني محمر في الزبده. هاوليكم البنات التليتلي تاعي بعد ما فورته، بعد ما فورته اكثر من مره شوفوا الله يبارك جا حبه بحبه ما شاء الله عجبني البنات هكا، من بنات بناتي كيما نقولوا هكا عجبهم التليتلي ما شاء الله، بنتي الكبيره عجبها. هاوليكم لما حمرتو تغير هكا الشكل تاعو، ليا ننصحكم انكم تحمروا اللحم تاعكم ولا الدجاج ولا. وهذا البيض راح نزين به الصحن تاعي باش يعني هكا مثل ما نقولوا العين تاكل قبل قبل يعني العين تاكل يعني هكذا. المهم دوكا البنات بديت الخضره تاعي، لما خرجت اللحم تاعي درت الخضره تاعي طيب، هي طابت لي انا دوكا راني نحمر فيها ثاني نفس الشيء هكذا، تعطيها بنه وتعطيها ثاني شكل يعني. المهم البنات الفيديو تاع اليوم راه ما شاء الله متنوع فيه روتينات عديده، مازالت كاينه تحضيرات. الا وصلتوا من لهنا نقولكم ما تنساونيش فضلا وليس امرا بالاعجاب بالاعجاب، واللي مش مشتركه تشترك ونقول لها اهلا وسهلا مرحبا بك، واللي يعني مشتركه معايا من قبل نقول لها اهلا وسهلا مرحبا بكم، يعني راني نواصل في هذا الميدان ان شاء الله من خلال تشجيعاتكم. دوكا البنات مثل ما شفتوا التليتلي تاعي راهو جد ما شاء الله جا محمر حبه بحبه، شهيتكم في الجنه البنات يعني ما شاء الله. هذا هو التزيين زينته بهذه الطريقه، ودوكا راح نعمل معكم تحليه راح نعمل سلطه. المهم وكيف راح نحتفلوا ان شاء الله يا ربي، نقول لكم ما تروحوش الى اي مكان.